هم سلطان أشهر صناعات راح تكون وإعلام راح يشتغل نعم بطريقة يعني شرسة جدا. فبالتالي أنا ما أتمنى نصل المرحلة هذه. نعم لكن يعني صار الحين في انتخابات قادمة. وضعنا الديمقراطي والانتخابي قاعد يزيد عن حده إلى مرحلة خطرة يعني. لا أبدا هذا اللي صرحت لا فيه. لا عفوا نعم كل انتخابات فيها محاولات تأثير. نعم سليمة وغير سليمة. نعم. شريفة وغير شريفة. شنط أنا بقولك فيها أشياء غير شريفة. نعم. فيها أشياء شريفة. نعم. احنا نتمنى تصود شريفة. نعم. الانتخابات القادمة الانتخابات اللي فاتت هذه قصرت. نعم. وكانت سليمة الانتخابات دخلت فيها جمعية الشفافية وغلبتها نعم وكان الشراء قل رموز الشراء معروفين انعدموا وقلة. نعم. وما بينوا وبعضهم. نعم. ما اخذ انتخابات حسبها عدل ما اخذ انتخابات. نعم. الان هم يعودون بقوة. فبالتالي المعركة الجاية يفتحون عليها الحنفية للآخر حنفية المال وهذا لهم مصالح لأن المجلس هذا الأغلبية هددت مصالح أطراف رأسها في المجتمع مستبدة من الوضع يا مناقصات يا أوضاع قانونية معينة يا وكالات يا وكالات أسلحة يا طريقة شراء أسلحة بطريقة معينة هذه كلها تأثرت اليوم تريد أنت يعني حتى يعني أعطيك مثال حتى الأغذية الفاسدة كان لها مافيا الأغذية الفاسدة اللي بيسمم مهل الكويت هذا مافيا من ضمن هذه مافيا لها المستفيدة قاعد تجيب لك لحم غير صالح السلاك الآدمي من برا. نعم. وتبيع عليك على أنه صالح السلاك الآدمي. نعم. هذا كم يستفيد بضاعة قالتها مثلا بريطانيا ولا أمريكا ما تبيها تنتهي صلاحيتها يجيبها بسرعة وغير تاريخها مثل الكسود. نعم. هذه من وراها شلون دشت البلد أنا بمعنى أن احنا لا نأخذ خفية. الحوادث الفردية حكومة خفية حكومات مو حكومات بعد يعني لما نتكلم عن ان لا نحمل الوضع باطراف فلان قال فلان قال فلان قال اكو فلان قال بالطرف الثاني فلان قال شيء فلان قال شيء نعم نخلص زين نتكلم عن قرارات وانجازات اي مش اي مش اي مشروع فداخل مسمى حق مشروع ما دام قدم النائب حق مشروع يقدمه يمر على قنوات يمر على خبير الدستور والقانون مسمى اذا مشى الخبير يعني ما يخالف الدستور والقانون لو يخالف الدستور والقانون كان من اول لحظه مسلم شكله ورقه اكو خبير دستوري وقانون راجع مسلم النواب المشاريع. نعم. انا بحكم وجود ده مسلم عرفت الوضع هذا كله. نعم. اذا اي مطالب بالحاله هذه ما تخالف الدستور والقانون. نعم. هي وجهه نظر تقدم انما تصبح قرار على المجلس. نعم. بصدوره بقرار مجلس الامه بالاغلبيه او تصويت ويصدر جريده رسميه. نعم. هني يحاسب مجلس الامه على ما ينشر بجريده رسميه. استاذ علي العلي سمعت تصريح او كلام الاستاذ عدنان المضاحكه قال لك ان نواب الاغلبيه حملهم المسؤوليه عدم تصريحهم او النطق في موضوع الشبكه التجسسيه الايرانيه ولاحظنا سكوت نواب الاغلبيه على هذا الموضوع فهذا يعني ليش نحمل الاغلبيه الاتهامات وهذه الاغلبيه تواجه بعض الاتهامات؟ شوف يعني هو اللي قاعد يصير انه مثل ما تقول كل واحد قاعد يعني احس كان كل واحد قاعد يطلع العيوب. نعم. لكن انا هذا واقع اي لكن احنا اليوم قلت لك انا كانتقاد للاغلبيه الان. نعم. على موضوع الشبكه ننتقد مو بس ننتقد نهاجم بارواحنا واجسادنا. نعم. وكل ما يعني اوتينا من قوه كل من يتعرض الى امن الكويت. احسنت هذا تصريح. مم. يجب ان يصل الى كل من تسول له نفسه. نعم. من الداخل او من الخارج. نعم. في دوله الكويت فكنا بانتظار حكم المحكمة والمتهم بريء حتى تثبت إدانته الآن يفترض على وزارة الدفاع بعد ما يعني الآن هذا الحكم النهائي. نعم. أن يتم يعني العمل بمنظومة صحيحة للأمن. نعم. قاعد الآن تصل لنا رسالة بأن الأمن مخترق إذا فعلا موضوعنا الأقلية ليش ما أدانت. نعم. لا تطلع الحكومة ويا الأقلية يعني أنا اللي يعني بعد الحكم وزارة أول شيء الخارجية انتقدت وبعض النواب اللي أنا ليس محامي عنهم وهذا سؤال طبعا هو يوجه لهم لكن إذا مو منتقدين أتجرأ وأقولها بأن كان واجب عليهم تحمل مسؤولياتهم بعد أن يتم يعني من خلال القضاء بفحص هذا الملف والتأكد منه وانتقاده أنا ليس محامي إلى كل دولة تحاول العبث في الكويت أرضنا الكويت ووطننا الكويت وما لنا أي بس أجندات بس خارجية ليش إحنا ككويتيين فيجب الانتقاد ليش إحنا ككويتيين صرنا فئتين من أجل سلامة أرض الكويت يعني لاحظنا سكوت داخل مجلس الأمة صارت في فئة كأنها مؤيدة
أنا اليوم تعرض للكويت. أنا اليوم مع الأسف أرى يعني كمراقب وكمواطن في بعض الملفات الأمنية أيضا خطرة مثل ما قلت يتم التجاهل عنها. دخول أكثر من 35,000 سلاح إلى الكويت ويبته هنا عندك وعرضته على الشاشة ضبط الجمارك والمنفذ التي دخل منها يعني هذه المجموعة. بس هذا هذا واقع وهذا شيء ثاني. هذا يعني خطر أمني. باكر تطلع لي بعد خلية. كذلك الشبكة الإرهابية. لا ولما صارت كبسات الداخلية على مناطق معينة. طلع نائب يقول أجابوني بني تجار. لا طبعا هذا الكلام مرفوض. لا لا هذا الكلام مرفوض. اكبس على جيل الشيوخ. لا لا. اكبس لي على حولي وعلى سالمية. لا تطبيق. وبلاد بني تجار لا جربها هذه منطقة المؤمنين. لا 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 شوف. يعني صارت مقدسة لا لا طبعا هذا الشيء هو يتحمل يعني إذا من يتحمل إذا النائب هو نفسه اللي صرح فيها طبعا أنا نعم. اليوم أنا اليوم قاعد أحارب مبادئ كأنه صارت في هناك مناطق أمنية يعني أنا اليوم حاضر أنا اليوم حاضر هني قاعد أناقض مبادئ نعم لنواب الأغلبية اللي أوضحت وضوح الشمس فلا أناقض نفسي إذا نائب ايضا يخالف مبدا سواء من الاقليه او وين ما كان ايضا استنكره وامن الكويت وقانون الكويت يجب ان يكون على مسطره واحده لكن انا اليوم ايضا وصلت يعني البرنامج اللي طاف وياك رساله الى وزير الداخليه قلت له في خطر على مجمعاتنا في خطر بتهريب الاسلحه سعر السلاح انا طبعا ليس خبره بالاسلحه ولكن قاعد اسمع بالمواقع الالكترونيه اي كما يقال بأن الأسعار بدأت تزيد بشكل خطير أمن الدولة يعني تم حفظ شكوى الأسلحة ولم تحال إلى النيابة العامة وأيضا نبي وزير الداخلية أن يوضح هذا السبب في هذه القضية الخطرة 35,000 شوزن فموضوع جدا خطير اليوم لما يقول أنا اليوم تعبت وصرفت وبالأخير يطلع قاعد أقول بأن من اليوم يدعي بمطالبات غير دستورية عليه أن يتحمل اليوم لو الحكومة قلت لك في 2/7 وأذكرك والله يعطينا طولة العمر مع الأستاذ الزميل إذا تم حل مجلس الأمة دون انعقاد جلسة وأداء اليمين وفق الدستور باطل حل مجلس 2009 وما يترتب عليه باطل وفق الدستور وفق رأيي ويعني اللي أنا قاعد أراه بأن هذا الرأي صحيح وإذا تعذر انعقادها نعم إذا تعذر يعني واقعيا لو جلسة واحدة وتؤدي اليمين انتهت القضية وهذا إذا ما إذا موجود النصاب لبدء جلسة لابد انعقاد جلسة القسم ومن بعده يتم فعلا كما وعدوا الناس والشيء بالشيء يذكر أنا اليوم لما قاعد أقولك في انتقادات مو بس المشكلة اللي هي الغير دستورية بس لابد أن تنعقد يجب انعقاد جلسة اليوم لما أنا قاعد طالب بعدم احترام إرادة الشارع عدم احترام القانون يجب احترام القضاء وليس الشارع نعم القانون هو الذي يجب أن يحترم وهيبة القضاء لما اليوم أنت طالب بعدم انعقاد جلسة لأن أنا أرى أن هذا المجلس فيه ما فيه إنزين ويتم حله مو بس حله عدم أداء القسم في هذا المجلس اللي رد بقوة المحكمة وعدم الدعوة إلى الانتخاب بعد القسم يدخلني في مشكلة فأنا ليش ما أنتظر أنت اليوم لما قاعد أقولك أنا في تناقض في المبادئ أول ما صدر الحكم شوف المضحك على عقول الشعب الكويتي كما أرى نعم لما صدر هذا الحكم أكثر من 26 نائب إلى الآن صرحوا بأن لا يشرفنا البقاء في هذا المجلس و نعلن تقديم استقالاتنا الحكم متى صدر 26/6 اليوم كم التاريخ 2/7 ايش كثر ما بين الحكم الى اليوم المده من حقه 12 يوم الى هذه اللحظه ومن حقه انه يبدل يغير توجهاته الى هذه اللحظه نعم لم تقدم استقاله واحده شنو المشكله انا اخاطب شنو المشكله العقلاء من الشعب الكويتي شنو المشكله فيها انت اليوم لما تناقض نفسك وترى إلى آخر لحظة ما يحصل في هذا المجلس من حقه طيب في يوم المحاكمة قول يومها كان ردة فعل نعم بعد كم يوم يفترض عاد ترتيب أفكاره يحضر أمام القاضي في جلسة 24 في جلسة 25 نعم جلسة اقتحام المجلس أمام قاضي الجنايات نعم أنا في وجهة نظري بأنها صدمة أيضا للشعب الكويتي لا يشرفنا ولهذا اليوم ولدتنا أمي ولو يعاد للتاريخ مرة أخرى لاقتحمت المجلس وأمام القاضي يقر بأنه نائب 2009 وهو يملك الحصانة ولكن يحضر مع
مع الشباب الذي قرر بهم هو وعليهم ما نكر عضويته في مجلس الامه استاذ علي لا لا, نكر لا لا انت يعني اليوم لما تقول يعني قال انا ما يشرفني لا لا انت اليوم نعم لكن عضويته هذا يعني فرض عليه وفق الدستور وفق نعم الدستور نعم هو نعم عضو يعني ما يقدر يجي قدام القاضي انا لست عضو لكن انا اليوم لما اسال اقول نعم في المجلس الذي لا يشرفني الذي قدمت استقالتي منه ما قدم استقالته ما قدم استقالته والى هذه اللحظه ساقدم ساقدم نعم. وما يعجبني لا هو مره واحده بس صرحها وتغير استقالته واذا تم الدعوه واذا تم الدعوه الى هذا المجلس فهذه الطامه انت الطامه الكبرى ان انت احترم عقلي وقدم استقالتك حتى انا احترم يعني مبدئك بان انعقاده وهو يجب وفق الدستور لكن على كلامك حتى انا احترم مبدئك بان انعقاده اهانه للشعب الكويتي انت من تقوم باهانه الشعب الكويتي يعني بموجب كلامك انك الى الان لم تقدم استقالتك استاذ عدنان بسبب عدم تقديم الاستقاله مثل ما صرح الاستاذ المحامي هي اهانه للشعب الكويتي طبعا وفق رايك طبعا الحين عارف ان الاستقاله في الامه الاليه نعم لم تذكر يوم يذكر في الاليه زمن محدد ان النائب اذا صرح خلال 48 ساعة لازم يقدم والاستاذ قال ان الجلسة لازم تنعقد اصلا مو لصالحك مو لصالحنا يقدمون استقالاتهم الان هم عبروا عن موقف سياسي نعم لكن مو لصالحنا ما يحضرون ومو لصالحنا يستغلون لان لازم تنعقد جلسة عشان تقسم الحكومة ولا يبقى الوضع معلق نعم لكن اقول لك القانون كما يتكلم عنه الاستاذ قانون يتكلم عن ممارسة وقائع عن هذا لكن اذا استجدت وقائع نعم بس كان ولم تذكر هذه الوقائع نعم بالقوانين بس تأزيم للشارع هذا اللي صار نحن استاذ انا اقول لك الحين كنا قاعد نتكلم نعم. حلو الاستاذ قال نقاط انا ما بقدر عليها بالتفصيل ارد عليها لان ما اشوفها انا يعني واحد قال ورد قال ورد قال يعني احنا مو قاعدين في الاقوال احنا فتحنا افعال نعم معنى اقوال بلد الاقوال هي اللي ضيعتنا اقوال الحين نعم. خلينا نتكلم بافعال لكن واقع الاقوال اللي صارت المحكمه حكمت عصبوا قالوا احنا ما شرفنا فعلا ما استفدنا تسعه في اراده امنيه بحلنا احنا القضيه مو باراده امنيه مو القضيه كانت اشكال الشكل الذي تمت فيه تنفيذ الاراده نعم. ولا الاراده الاميريه قائمه في حل مجلس 2009 الاراده الاميريه إيه؟ اللي صارت وقف بحل مجلس 2009 واقع اللي صار في 2000 حل في شهر بسبب اليوم الاسود اقتحام مجلس الامه التواجد في ساعه الاراده التأزيم الاراده الاميريه موجوده لكن اليه تنفيذ الاراده الاميريه من ناحيه قانونيه هي اللي كان فيها خطا في الشكل الاستاذ نعم. اكد عليه خطا في الشكل يجب ان يصحح هذا الشكل ولا اراده قائمه في الحل نعم. يبقى الان المجلس اذا ما انعقد الحين هذول اذا صدق ما حضروا راح يكون في ازمه حقيقيه اذا ما حضروا هذول نعم. ازمه حقيقيه اذا ما حضروا لانه لن تنعقد الجلسه فانا اقول لهم يا جماعه رجاء حضروا ونخلص انا فيهم بس اقول لهم رجاء حضروا ونخلص من هالمشكله عشان تنعقد الجلسه وتصير الحكومه شرعيه نعم نطلع مازق هذا نعم زين العمليه هذه بس شنو هم يقول لك والله انا اذا حضرت ومد دور الانعقاد مده زي نعم. ما صار مجلس وطني نعم. لابد تطلع رساله تطمين خارطة الطريق تعلن للناس بصراحه ومن اعلى المسؤولين بالدوله ان سيتم 1 2 3 4 كل خرافي اعلن زين نعم. هذه الخطه زين تقال الكلام الخرافي هل المجموعه تثق فيه تتعاون معاه هذه قضيه ثانيه قضيه سياسيه هذه اما القضيه الاجرائيه ستتم استقاله الحكومه سيصدر تكليف لرئيس الوزراء وشكل الحكومه وستنعقد جلسه نعم وستعيد على الجلسه تصير ولا ما تصير هني الازمه ازق اذا ما صارت الجلسه تؤجل مره مرتين يعلق المجلس شهر ممكن ها عقبها يصير واقع التعامل مع الواقع السياسي صحيح هني بالحاله هذه يصير الحل بالحاله هذه صار المقطع عنه يطعن فيه مره ثانيه صحيح. اكو كان واقع في البلد ديك الحزه فراغ دستوري قرار خلاص فراغ دستوري في القضيه هذه فيتم انا اقول لك لماذا لا نستبق الحاله هذه ويطلع قرار من الحين ينفذ يعدل الاراده نعم يعني ينفذ تنفيذ سليم وقانوني للاراده السابقه للاراده الاميريه هذا تصريح للخرافي ذكر فيه ان الحكومه ستؤدي القسم نعم. والتهديدات لن تحل المجلس استاذي والمبارك ابلغني بحضوره ولا ارى مسببات للحل لكن القرار بيد الامير ممتاز الجلسه عشان يطق المطرقه الرئيس يقول بدات الجلسه يتوافر النصاب لازم يتوافر النصاب نعم اذا لم يكن بالقاعه العدد المطلوب تؤجل الى جلسه لن تطلق المطرقه
لن تكون الحكومة شرعية، تؤجل إلى جلسة ثانية، تؤجل جلسة ثانية.